أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال سماحة السيد، هناك في بعض المناطق المتداول هو قراءة القرآن بقراءة الورش، فلو كنا في تلك المناطق هل لابد أن نقرأ على قراءتهم كما ورد في الحديث اقرأوا كما يقرأ الناس، وهل يشمل مثل هذا المورد أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الروايات، الظاهر في الروايات حجة، والظاهر من تلك الرواية هو القراءة التي كانت متداولة في زمن الإمام الصادق عليه السلام، ويستفاد أن القراءة المتداولة في زمن الإمام الصادق عليه السلام هو القراءة المتداولة في أغلبية أنحاء العالم الإسلامي في هذه الأيام، فهذه هي القراءة التي لابد أن تتبع وهي تدل على هذه القراءة. السؤال سماحة السيد المرجع، إذا أراد الرجل أن يجعل وقفا فهل يجوز له أن يعين من يتولي المتولي بعدما توفى المتولي الذي عينه؟ هل يستمر هذه التولية أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الوقف، فالواقف هذا ملكه، فلما يجعل الملك وقفا ويعين المتولي، فإذا عين المتولي فهناك يخرج الملك عن ملكيته وعن تصرفاته فيكون بيد المتولي. نعم، إذا توفى المتولي فهنا يراجع إلى الحاكم الشرعي وهو الذي يعين. نعم، في مورد الذي عين المتولي أن يكون هو بنفسه أو أن يعين كيفية استمرار ذلك فهذا يتبع، الوقف يكون على حسب قصد الواقف، والمالك هو الذي يحق له أن يجعل الوقف بالكيفية التي أراد، ولكن بعدما جعل ملك وقفا فلا يحق له التصرف فيه، فيكون بحسب ما يمكن أن يتصرف في الموقوفات، يتبع أحكام الموقوفات. بالنتيجة اگه شرائط رضا تام بود محرمیت پیدا میشه دیگه. بله بله همون دوباره بگید چیه؟ خب، برادر شوهر خودش را. خب نه، میگه به برادر شوهر سیر داد. بعدش خود شوهر که برادرش حساب میشه ایرادی نداره؟ نه، اصلا برادر حساب نمیشه. اون برادر بوده دیگه، شوهر بوده، برادر بوده، ظاهرا گیری نداره. بله. السؤال سماحة السيد، بالنسبة إلى سؤال الوقف، إذا جعل المتولي، إذا عين الواقف المتولي بعد المتولي في نسله، فهل هذا يكون متبعا أو لا؟ الجواب نعم، ذكرنا في مثل هذه الأمور الأمر بيد الواقف، فإذا عين المتولي للوقف فالظهور العرفي لكيفية تعيين الوقف فهو المتبع. السؤال بالنسبة إلى إذا جعل المتولي في النسل، هل يمكن الجمع بين الإناث والذكور أو يختص بالذكور؟ الجواب في مثل هذه الموارد يتبع الظهور، إذا كان الظاهر هو
الأعم فهو المتبع، وإذا حصل الشك في أنه هل أراد الإناث أو لا فيأخذ بالقدر المتيقن في هذه الموارد. السؤال سماحة السيد، إذا كان الرجل يريد السفر وكان سفره في أثناء السفر أراد أن يفعل فعلا محرما ولم يتمكن من ارتكاب ذلك الفعل، فهل هذا يصلي قصرا أو تماما؟ الجواب بالنسبة إلى مثل هذه الأمور، إذا كان القصد من السفر الأمر الحرام فيصلي تماما في السفر. السؤال سماحة السيد، لو هنا صلى قصرا فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ الجواب القضاء في عدم إتيان التكليف بحسب ما أمر به، فهنا لم يأتي الإجزاء، لو لم يطابق المأتي به للمأمور به فلم يكن مجزيا فعليه القضاء. السؤال سماحة السيد، لو نوى السفر للمعصية فأتى لذاك المكان فهل بالنسبة إلى الرجوع أيضا يعد سفر معصية أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الذي يسافر بدون قصد المعصية ولكن ارتكب المعصية هناك، فهنا في حال الرجوع إلى مدينته إذا كان الرجوع أيضا بقصد معصية فهذا السفر يكون سفر معصية فعليه التمام، ولكن لا إذا كان مجرد الرجوع إلى بلده من دون قصد المعصية فهنا يصلي في الطريق قصرا ولما بلغ الوطن يصلي تماما. سلام عليكم. السؤال سماحة السيد، عن الآية المباركة التي ورد فيها خلود أهل الكفر في النار، ورد أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فهنا ورد الخطاب إلى الكفار، هل هذا يشمل المشركين أو لا؟ والسؤال الثاني، هل يشمل اليهود والنصارى أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى هذه الموارد، إذا ورد العنوان عنوان الكافر في القرآن فهذا الظاهر أنه يشمل المشرك، ولكن بالنسبة إلى شموله للنصارى واليهود، وإن كانت بعض الآيات تدل على أن المراد من مشرك يشملهم، ولكن هناك أحكام متفاوتة مختلفة بين اليهود والنصارى، وهناك أحكام تختص بأهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم، الآية المباركة مثلا اللي ورد فيها قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا تدل على أن وجود الشرك في المسيحية واليهودية في هذه الأزمنة، ولكن أحكامهم مختلفة عن المشركين اللي ورد بالنسبة إليهم عنوان المشرك. فكذلك بالنسبة إلى الخلود في النار، الظاهر من هذه الآية أيضا أن الخلود يكون للكفار والمشركين بالمصطلح الأخص. طبعا هنا نقطة أخرى مهمة في التفسير القرآني، وهذا لأن هذه الآية من الوعيد الإلهي لا من الوعد، فتخلف الوعيد هذا ربما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي العدل ويمكن أن يشملهم، لأن هذا الوعيد
فكما ورد في مجموعة من الأدلة يمكن أن يخالف الوعيد، لأن مخالفة الوعيد هو من الكرم. نعم، لا يتحقق المخالفة في الوعد. السؤال سمحت السيد، كيف يكون الحكم بالنسبة إلى المسلم الظاهري اللي هو يكون في الحقيقة غير مسلم، أي يكون ناصبي مثلا؟ الجواب بالنسبة إلى هذه الموارد أيضا الحكم نفس حكم الكافر، لأن هؤلاء في حكم الكافر، وقد وردت أدلة بأن هؤلاء في حكم الكافر من حيث العقاب الأخروي. يعني أدلة داريم كأنه دار حكم الكافر. السؤال سماحة السيد، ورد في القرآن الكريم في الآيات المباركة إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد ورد في آية أخرى عدم قبول من غير المسلم، فبالنسبة إلى هذه الآيات هل حسنات غير مسلم يعتبر أو لا؟ وأيضا السؤال الآخر هو أنه هل يكفي الإتيان بالحسنات لكفران ولغفران السيئات، أو لا بد أن يقترن أداء الحسنات بالتوبة؟ الجواب بالنسبة إلى هذه الآيات المباركة فلا بد من النظر والرجوع إلى مجموع الأدلة، فالأدلة يخصص بعضها بعض، يخصص الخاص العام والمقيد المطلق، فهناك شروط بالنسبة إلى هذا. نعم، لو كنا ومجرد هذه الآية، فكانت الآية تدل على أن مجرد الحسنات يوجب انتفاء وكفران وغفران السيئات، فهذه من المطلقات القرآنية. هناك مطلقات كثيرة في القرآن الكريم، ورد في القرآن الكريم قرآن الفجر، فالمراد الصلاة الصبح، فهنا لم يذكر التفاصيل في كيفية أداء الصلاة، وقد استفدنا التفاصيل من الروايات ومن الأدلة الأخرى. فهنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الآية المباركة أن الحسنات يذهبن السيئات، فهناك مجموعة من الشروط، مجموعة من المسائل اللي وردت في الآيات المباركة الأخرى، وردت في الروايات الشريفة، تبين الشروط اللازمة، فمنها لزوم التوبة ولزوم عدم قصد الرجوع إلى تلك السيئات. السؤال سماحة السيد، ما هو حكم أطفال وصغار الكفار إذا ماتوا في صغرهم، فكيف يعامل معهم في يوم القيامة؟ الجواب بالنسبة إلى الصغار الكفار وكل من لم يكن مكلف، فهؤلاء إما أن يدخلوا الجنة وإما أن يكون هناك امتحان في فترة البرزخ أو في القيامة، فقد ورد احتمالان بالنسبة إلى هؤلاء. نعم، هؤلاء اللي يكونون من المعذورين لا يدخلون الجهنم، وعدم التكليف من العذر. السؤال سماحة السيد، قد ورد في مباحث علم الأصول البحث عن العام والخاص، وقد ورد البحث عن المطلق والمقيد، وقد ذكروا فروق بينهما، ولكن في تطبيقهما على الأمثلة نجد أنه يستعمل كلاهما في بعض الموارد مشتركا، فما هو الوجه في التمييز؟ الجواب بالنسبة إلى هذه المباحث الأصولية، هنا بحث وقد ذكر هذا البحث المرزا القمي في كتاب القوانين، من حيث أن هناك يمكن أن يجمع الإطلاق والعموم في مورد واحد. وهنا نكتة المهمة هو وجه التمايز. الوجه التمايز هو أنه العام يستفاد بالوضع، من الوضع في اللغة العربية، وأما الإطلاق فيكون بمقدمات الحكمة. وهذه اصطلاحات وإن كان قد ورد في بعض الروايات، ولكن هي اصطلاح علمي أصولي، فمثل هذه الموارد إذا أحيانا نجد استعمال أحدهما في الموردين فربما يكون
اللفظ عالم اللفظ عاما ومطلقا، مثلا يرد أنه أكرم العالم أو أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا يدل على وجوب إكرام كل العلماء، وأيضا أكرم العالم يجب يدل على وجوب إكرام العالم أيا ما كان. والفرق بينهما أن الأول هو من العموم، أكرم العلماء من العموم، لأن كلمة العلماء قد وضع للدلالة على الشمول فمن هذه الجهة، وأما بالنسبة إلى أكرم العالم فهذا يستفاد الشمول من إطلاق اللفظ لا من دلالته الوضعية، هذا هو الفرق. دلالة المطلق على الشمول على الإطلاق هو بمقدمات الحكمة، لأنه لم يذكر في كتب اللغة وفي الوضع وجود المعنى العام له. وأما بالنسبة مثل كلمة العلماء هذا دلالته اللفظية هي جميع العلماء، كلمة العلماء تدل على الجميع والشمول على كل العلماء. وأما بالنسبة إلى كلمة العالم فهذا معناه هو خصوص العالم لا جميع العلماء، ولكن لما لم ورد فيه الحكم ولم يقيد بقيد فهذا يدل على الإطلاق، فهذا يكون استفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة كما ورد في الكتب المفصلة الأصولية، وهذا هو قول المشهور في هذه المسألة. بيجيت همه علماء يعني چی؟ يعني همه. اما اگر العالم گفتید معنای العالم همه علماء نی، معنای العالم يعني عالم، اما چون قیدش نکرد که عالمی همه علماء رو شامل میشه، يعني اون سبب دلالته که اون هذا تعبیر که اون بالوضع این به مقدمات الحکمه. بله نه اگر دو تا الف لام ما داریم. السؤال سمحت سيد عن ألف لام الذي ورد في أكرم العالم، هل هذا الألف واللام يخص ألف لام تعيين للفرد المعين أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى هذه الموارد قد ورد في كتب اللغة في مثل كتاب المغني أن هناك استعمالات متعددة لألف واللام، أحيانا يكون للتعيين وأحيانا يكون للجنس، فيعين هذه الموارد من القرائن المحفوفة بالجملة وبالكلام. لا محدود فقط خدای عز وجل. علم امام قد علم خدا نیست. کلمه محدود که گفتید هر مخلوقی هر چیزش محدوده، یکشم امام علیه السلام فقط. بله حدود امام خیلی واسعتر از همه بشر دیگه است، اما تو خود دعاها داره، تو روایت ها داره استأثر الله بعلمه. یعنی چی؟ يعني علم. السؤال سماحة السيد، هل يمكن أن يطلق عنوان اللامحدود على غير الله سبحانه وتعالى؟ العلم اللامحدود هل يختص بالله أو يشمل غيره من الأئمة عليهم السلام؟ الجواب العلم اللامحدود بالمعنى التام والكامل هو علم الله سبحانه وتعالى. نعم قد ورد في الروايات أن علم أهل البيت عليه السلام هو أكثر العلوم وأكثر العلوم هم أعلم الناس، وقد ورد بأن الله استأثر بحرف واحد وأعطاهم بقية العلوم، فهنا الفرق بين علم الله وبين علم الأئمة فرق بينه وأنه إن الله سبحانه وتعالى لم يعطي جميع العلوم، نعم أعطاهم جل وأكثر العلوم، وقد ورد هذا في الروايات بأنه استأثر الله بعلمه، والمراد من استأثار بالعلم أنه هذا العلم الخاص كان لله سبحانه وتعالى فقط. السؤال سماحة السيد بالنسبة إلى ما ورد في الزيارة خازن علم الله، فما هو المراد؟ الجواب نعم بالنسبة إلى ما ورد في هذه الرواية فإنه يدل على العلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم، فهم الخازنون لهذا العلم، فهو العلم الذي يخرج من الله سبحانه وتعالى إليهم. بله
بله نه، اما خودش همین تخصیص خورده، استعذر الله بعلمه مکرر هست، یعنی یه چیزایی هست که خدای عز و جل حتی به چهارده معصوم نداده. از استعثر الله بعلمه در میاد که بعض، بله، اما یه بعضیه که خیلی زیاده، خیلی زیاده، چون خود معصومین علیهم السلام محدودن، مخلوقان، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عباد، برده هستن، بنده خدا هستن عز و جل، چون این هستن همون میگم روایات متعددی هم لولا آیت. السؤال سمحت سید، بالنسبه الى ما ورد خزان علم الله، هل هذا يدل على ان لا عندهم جميع علم الله سبحانه وتعالى؟ خبر ندارن. الجواب بالنسبة إلى هذه الكلمات والعبارات فهي مطلقة، ولكن نستفيد مما ورد أنه استأثر الله بعلمه الوارد في الروايات بأن أهل البيت عليهم السلام لهم علم الله، ولكن هذا لا يدل أنه أن الله أعطاهم وأنه ليس لله شيء أكثر من ذلك، فإنه يستفاد بأن هناك علم يختص بالله سبحانه وتعالى. نه اون علم دجله، اون علم دجله بود همین که نه حضرت جواد فرمودن. السؤال سماحه السيد، لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يمنح جميع العلم للامام فهل يمكن ان يتحقق ذلك؟ قد ورد في بعض الروايات عن الامام الجواد عليه السلام ان الله سبحانه وتعالى يتمكن من اعطاء العلم للخلق، وقد ورد ذلك في بعض الروايات. الجواب نعم، في تلك الرواية قد ورد أن الله سبحانه وتعالى يمكن له أن يعطي هذا العلم للخلق، وقد ورد أن الإمام وصف نفسه بمحل هذا العلم. هذه مجموعة من الروايات اللي تدل على وسع علم أهل البيت عليهم السلام وعلى عظمة علم أهل البيت عليهم السلام، فإن الله يعطيهم ما يريد ولم يعطي لغير المعصومين شيء كثير من العلم، أعطاهم القليل من العلم، وللمعصومين عليهم السلام أعطاء الكثير من العلم. ولكن الرواية التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى استأثر العلم لنفسه، فهنا يستفاد أن حرف من العلم هذا استأثر الله نفسه، فهنا يكون فيه نوع من الحدود من الحد والخلاف بين العلم الإلهي والعلم اللي أفاضه الله سبحانه وأعطاه الله سبحانه وتعالى، فيدل على أن هناك شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه المعصوم. فما هو المراد بهذا؟ فلقد ورد في بعض الروايات الدلالة على ذلك. اما خدا خوده ها، خدا خودش اون بدا رو میدونه. نه نه گفتن نمیدونم، لولا آیتون فی کتاب الله. معلوم عرض کردم همه چیز رو میدونن، اما این معناش این نیست که الروايات التي تدل على وسع علم الله سبحانه وتعالى وعلى وسع علم الأئمة عليهم السلام هذا لا يدل على تساوي العلمان، فإنه هناك كما يستفاد من الروايات علم استأثر الله له بنفسه. نعم يكون علم ما سوى الله عند الأئمة عليهم السلام، فإنهم لا يصلون إلى حد الوجود الإلهي، ولكن لهم علم جميع ما سوى الله. بله همین این آیه، این روایت هست، اونم هست لولا آیات فی کتاب الله، اونم هست، آخه اونم روایت و معتبره. السؤال سماحة السيد، قد تحدى أمير المؤمنين عليهم السلام البشر فقال أنه
سألوني قبل تفقدوني، فأي سؤال ورد عن البشر يجيبه الإمام أمير المؤمنين. هل هذا يدل على عدم حدود وعلى محدودية علم أهل البيت عليهم السلام؟ الجواب نعم، هذا وارد ويدل على أن علم أمير المؤمنين يحيط وهو أكثر وأعلم من جميع البشر، ولكن هذا لا يستفيد منه ولا يدل على بأنه تساوق وتساوي علمه وعلم الله سبحانه وتعالى. هو أعلم جميع البشر من الأولين والآخرين. السؤال سماحة السيد، قد ورد في بعض الروايات أنه لو كانت الأشجار أقلام ولو كانت البحر مداد فلم تنتهي فضائل أمير المؤمنين، فما هي دلالة هذه الرواية؟ الجواب نعم، هذه الرواية وردت بأنه الفضائل للإمام أمير المؤمنين عزام هي كثيرة بحد لا تكفيه مياه البحار مدادا والأشجار أقلاما، فهذا يدل على عظمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. آية القرآن يمده من بعده سبعة أبحار كأجي حتى نأينا سبت دريائي. وقد ورد أنه يمده من بعد سبعة أبحر، وأنه هذا يدل على أنه العظمة هي أكبر من هذا العالم الظاهر، هو الوسع، لا يمكن لنا أن نحيط على الوسع في هذه العظمة، ولكن أيا ما كان فيكون في مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. همين أما خد إيه روايات ديجي ونم روايات لولا آية في كتاب الله ونم روايات تعارض ليه؟ نه اون درسته اینم درسته. بله بله. السؤال سماحة السيد المرجع، قد ورد في مسألة صلاة الجماعة بأن المأمومين لا يقرؤون الحمد، فقد ورد في بعض الكتب الفقهية بأن الإمام يصلي، هل قراءة الإمام يكون نيابة عن المأمومين أو أنه مجرد سقوط الحمد عن المأمومين؟ الجواب نعم، ورد هذا، وقد ورد أيضا أنه ربما يكون قراءة الإمام نيابة عن المأمومين. هناك قول آخر أيضا بأنه يجب سقوط قراءة المعصوم. نعم، ورد في بالنسبة إلى قراءة في الصلاة الإخفاتية يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد والسورة إذا لم يسمع، إذا لم يسمع صوت الإمام، فهذا بحث. وهناك بحث آخر بأنه هل قراءة الإمام يسقط القراءة عن المأموم أو أنه يكون نيابة في القراءة عن المأموم؟ طبعا لا يترتب عليه ثمرة كثيرة. السؤال سماحة السيد، ما هو حدود وملاك كثير السفر الوارد في الكتب الفقهية؟ الجواب بالنسبة إلى عنوان كثير السفر، هذا لم يرد في الروايات وإنما ورد في كلمات الفقهاء، وهو لتسهيل بيان الأحكام. والوارد في الروايات هو تعبير من عمله في السفر، أي أنه نوعية عمله هو أنه لابد أن يسافر لكي يتم العمل كسائق مثلا، السائق هكذا. وفي بعض روايات أخرى أنه من عمله السفر، فهذا الذي هو دائم في السفر. المراد بكثير السفر الطائفتين اللي ورد عنوانهما في الروايات.
ككثير السفر، من عمله السفر یا عمله فی السفر باید برای کسب باشه. السؤال سمحت سيد، احيانا يكون سفره لغير الكسب ويتكرر هذا السفر ولكن لا يريد الكسب الاقتصادي، فهل هذا يشمل هذه الروايات او لا؟ الجواب بالنسبة الى هذه المسألة، هناك خلاف بين الفقهاء. مثلا بالنسبة الى الذي يذهب للزيارة من النجف الى كربلاء في كل ليلة جمعة، هل هذا يصلي تماما ويصدق عليه كثير السفر؟ جماعة من الفقهاء صرحوا بذلك وأن مثل هذا في حكم كثير السفر فيصلي تماما، ولكن هناك بعض الفقهاء يقولون بأنه لا بد أن يكون تكرار السفر للكسب كما ورد في الرواية. فعلى كل حال هذا يرجع إلى الخلاف في كيفية الاستظهار من الروايات ومما ورد أنه عمله السفر وعمله في السفر، أنه هل هذا يختص بخصوص كسب المال؟ قال بعضهم بأنه هذا هو المتبادر، ولكن جماعة أخرى من الفقهاء وأنا أيضا كذلك أرى أنه لا فرق في تكرر السفر بأنه يكون يختص باكتساب الأموال أو لغير ذلك مثل تحصيل العلم أو الزيارة أو ما شابه. فهنا كل يتبع حسب استظهاره، طبعا العامي يرجع إلى أهل الخبرة وإلى مرجع تقليده إلى مقلده في هذه المسائل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوشحال شدیم از زیارت.